إلى واشنطن رامي جبر، هناك بعض المستجدات يعني عودة الرصيف العائم إلى العمل مجدداً، وفي أيضاً تقييم حديث لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كشف أن نتنياهو يعتقد بأنه سيكون قادراً على التملص من تحديد خطة واضحة لما يعرف باليوم التالي للحرب في غزة، يعني رغم الضغوط التي تمارسها عليه واشنطن. تفاصيل معك رامي والمستجدات أيضاً. مرحبا جمانة. بالنسبة للرصيف البحري المؤقت الذي أنشأته القوات الأمريكية فإنه تم إصلاحه بالفعل وإيصاله لساحل غزة، وأعلن ذلك نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، وأن الرصيف سيبدأ بالعمل وإيصال المساعدات خلال أيام، ومحافظا على نفس سياسته بعدم وجود أي قوات أمريكية تصل إلى ساحل غزة، وأن المساعدات ستتلقاها على ساحل غزة وكالات الإغاثة، وسيقتصر عمل القوات الأمريكية على تحميل المساعدات وتفريغها من الرصيف فقط. ننتقل إلى النقطة الثانية والخاصة بالتقييم الاستخباراتي لCIA، والذي اطلعت CNN على نسخة منه ورفضت في الحقيقة CIA التعليق عليه، كان صادرا بتاريخ 3 من الشهر الجاري وتم توزيعه على المسؤولين الأمريكيين، والذي يقول إن نتنياهو يعتقد أنه سيستطيع التملص من خطة غزة ما بعد الحرب، وأنه دائما ما يلقي بالعبارات الغامضة سواء في العلن أو سواء بينه وبين أعضاء أقصى اليمين في حكومته، وأنه يبقي على الأمر غامضا أملا منه في أنه يحقق له ذلك الاستمرارية في الحكومة، كما أنه يحقق له أيضا إمكانية استمرارية الحرب. أيضا التقرير يقول إن نتنياهو يسعى إلى الحفاظ على مسألة بعض الترتيبات الأمنية أو ما يسميه بالترتيبات الأمنية، وأنه لن يفكر ولن يتحدث عن اليوم التالي في غزة إلا بعد بعض الترتيبات الأمنية، والتي تتضمن عمليات الانتهاء من عمليات عسكرية كبرى، وهو أيضا وصفه التقرير بأنه تعبير غامض. يبدو أن الضغوط الأمريكية على نتنياهو ومطالبته بخطة لم تفلح حتى الآن. شكرا جزيلا لك رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من واشنطن.